تكونش عندك معرفه ما كاش مش ليها الدرم هذا. عندك مر يومين في الفيام نورمال تباتي فما ما كاش يجوزك، ما تكونش عندك معرفه تموتي فم، ما كاش يدلك تكام، ماكش يدلك يعطيك دواء. لا انا نشوف، رحنا في رمضان مع صاحبي شفتو كم ما عندكش معرفه ما يفوتش اختي. كيما نقول لك نجيب العجوزه هنايا نجيب نديها لفما، لازم تكون عندك معرفه، يا تموت نزيدوا المعرفه، في الموت كاين معرفه، هذه هي. نهضروا لا لوجيك لهنايا ما كان والو، وما ماشي غير بوسماعيل برك، لالجيري كومبلي. تكون عندك دراهم ماكش كاع مشكله، ماكش كاع ليها دراهم. بريفيز وتسوايع عطيك اوندورونس تاعك يجوز لك تعطيك الدواء تاعك. كاين نقائص، كاين اضراب، سيتو كيديروا اضراب شكون ينضر؟ ماشي ينضر المريض ولا لا لا، الطبيب يدير اضراب، الممرضين يديروا اضراب. الدواء ما كاش، شكون الضحيه؟ الضحيه هو المريض. ما قدر يديروا لنا بطاقه الشفاء. الحمد لله. فرحنا، ساعدتنا شويه امور. صح يعطيك حاجه وما يعطيكش حاجه. فلوروب لا في فرنسا ولا الفرمليه تلقاها دير ستاج باش تعرف كيفاش تكومونيكي مع الغاشي. بصح لهنايا العكس، فرمليه تقول انت تقول هي الطبيبه ماشي الفرمليه. كاين نقائص، ما نقولوش ما كاش. كاين شي بلايص ما شاء الله كاين خدمات، وكاين شي بلايص اللي نقص نقص. يعني شكون الضحيه؟ ضحيه حنايا. سيتو الاضرابات، كثروا الاضرابات، كثروا الاضرابات، دائما يديروا ورقه اضراب، ورقه اضراب. لوبيتال كانوا ماش منظمين، ما كاش طب، ما كاش دوك الحمد لله. دوك الطب كاين، القش كاين، النظافه كاين، كلش. انا بالنسبه لي رحت لوبيتالات شفت كاين كلش. كلش نظيف، تروح للسبيطار تلقاه بروب كاع. والله التلفزيون، ماكله، كليماتيزور، كاين كلش. كاين اللي ما يحمش الغاشي يولي يغلق وخلاص ما نخدمش هكذا، كاين اللي لا يساعف ويعرف يوصي، يعرف ينصح، يعرف يوجه. سيتو التوجيهات. الطبيب كي ما يقدر لكش، بصح يعطيك توجيهات. وهذا من احسن للمواطن. معليش ما كاش منا كاين منا، هما يعرفوا بعضهم بعض. وان شاء الله بربي واش نقولوا، كاين منا القدام ان شاء الله فيها تحسنات. ولا غير مال، ناس قاعد تهرب البخيفي، ناس قاعد تهرب البخيفي دياليز ولا نيبورت كان مالادي يهربوا كاع البخيفي. حنا بجوان في سكانير تاع 800 واحد دوتو عند بريفي هنايا، وكاين سكانير بالمعرفه، إذا عندك معرفه تفوت سكانير ما عندكش زيد كاين اللي عنده الدخل الضعيف اللي يخدم شهريه، ما يصورش حتى الجمله ينشر. إذا اللي تروح دير البريفي. كاين دي زوبيتو الله يبارك ما شاء الله خدموهم بيان نقا. كوسوا فابور، كوسوا جوانفيل، كامل كيف كيف. الدواء ما كانش، ما يحسبوش المريض، يخليوه هكذاك ضايع. والبيستون، والبيستون اللي عنده معرفة يفوت، اللي ما عندوش معرفة ما يفوتش. هذه هي بلادنا وتقعد هكذا. دونك يا با دو ريسبونسابل. كاين نروح يقول لك ما كاش لي زاناليز، روحي للبريفي. قلت لك الناس لو بلي باغي تهرب للبريفي. سما راهي الناس عايشه كيما نقولوا غير بدراهمها، ما كاش دراهمها ما تعيش. خليك من العمليات الجراحيه هذو، الا عندك معرفه دير العمليه، ما عندكش اسمو. سما اللي عنده الدخل البسيط ديما راه يعاني. واش داير جديد؟ واش خير لي زوبيتو جديد؟ لا غريب وكذا الفوق يعيط، الدواء ما كاش. انا وليدي طاح للدوزيام ايطاج سكان نحل في سكانير قال لي ما كاش. رحت عند بريفي درت 800 كاش. إلي افي دي مو كاع هكا قدامك يذبح ويقول له استنى حتى يتم في الكولوار. والله العظيم يا اختي ما نكذبوا ما والو، هذه لوبيتال جوانفيل فرونسوانو. خلينا من فابور، خلينا من هذا تاعنا بليده، اونيفو دي بليده، وما تخرجي منه من مساكن يعانيو. اضرب المستشفيات تاع الدوله، شكون ينظر؟ ينظر المواطن. هكا مثلا اللي عنده دراهم يروح يداوي عند بريفي، واللي ما عندوش مسكين الزوالي، اللي ما عندوش مسكين ما يقدرش يدير تعيار يموت هذاك. ما واش راح يدير؟ ما عندوش، يقولوا راه تعيار 400 500 درهم مين يجيب؟ ما عندوش مسكين، ما عندوش مدخول، المدخول تاعو قليل. هذا هو المشكل هنا تاعنا لي ميدسان في الجزائر. هنا مثلا كل المستشفيات متوفره فيهم الشفاء، كيما نقول الانسان يخلص 5000 ويلقى تعيار ب 40000 ولا 50000 في الزوالي يفرح. الى خاطرش علاه كيت كيما نقول الطريق اللي ساهل يروح للبريفي يقول له 400000 مسكين يدير هكا ويدير هكا. يخليها في قلبه حتى يموت، حتى ما شافش شي يصرى له.
شوفي فابور يقول لك صراحة الناس مميزة في القاعة فهمتي، والاخرين يكسروا داخل بالتليفون هاك سبيطارات كبار وشني ما كان والو الدخل فارغين، تلقى زوج ولا مثلا زوج الاطباء و100 فرملي وشني كاين باطوارات كاين مانيش عارف انايا، روح دير كيما الشيوخ الكبار هذو كيف يديروا لهم، يعطي له رونديفو على 6 اشهر راه عارفوا بالك يكون مات مانيش عارف الا ولا يزيد له واحد على 6 اشهر فهمت كيف. المهم اذا ما عندوش المعرفه هي المعرفه مع ربي، واذا ما عندوش الله يرحمه هذا ما عندي نقول لك تشكا دير لاشانك في مايا ارجو. المهم كاين اللي فيهم الخير كاين اللي داوي وكاين واش هي الغالب 70% ربي يرحمنا هذا ما عندنا نقوله دواوات كاين يقول لك.